وسبحان الله مجدي برضو، انت وانت قاعد بتتفرج لو الماتش خلص 2-0 ما كنتش يعني ما كانتش هتبقى حلوه. 2-0 والمنتخب الارجنتيني كسب وبتاع، لكن بعد المباراه حسينا بشغف كاس العالم وحب كاس العالم، وقد ايه احنا لاول مره اشوف ميسي بهذا الشكل الحقيقه. يعني اول مره اشوف ميسي مبسوط وفرحان، وهو في الطبيعي بتاعه اللي هو البوكر فيس، الوش الواحد ما بيغيروش، لا النهارده شفنا ميسي على حقيقه اخرى. احنا كنا بنتكلم اوف اير يا كابتن على نقطه الشخصيه اللي افتقدها ميسي طول 16 سنه من اللعب الدولي، صحيح، واكتسبها في 2019 بعد كوبا امريكا اللي الارجنتين خدت فيها المركز الثالث وتاهلت فيها سيمي فاينال، لما بدا يهاجم الكوميبول وبدا يهاجم المسؤولين البرازيل وبدا يهاجم التحكيم. كل دوت اداله شخصيه كبيره جدا بنى عليها في 2021 لما خد كوبا امريكا وظهر بيها بافضل شكل في كاس العالم 2022. ميسي بيثبت انه يعني لا يصح الا صحيح يا كابتن. نعم. يعني لانه اللي حصل من اول البطوله لحد دلوقتي هو تتويج، غير انه مستحق، فهو التتويج اللي انا بتفق مع محمد فيه انه كان لازم ينتهي بالقصه بالشكل ده. يعني هي القصه محبوكه عشان تخلص كده، لانه عارف لو كانت 2-0 زي ما حضرتك بتقول يا كابتن كان هواء برضه هيتنجم وكل حاجه، لكن لما يرجع الفرقه وترجع تاني ويجيب بيلين ويحصل السيناريو ده مرتين في ماتش هولندا وماتش فرنسا، كان دخل هو البلانتي الاخيره مش الاولانيه اللي هي خد كاس، كان خد كل حاجه بقى. لا بس هو النقطه انه المجموعه دي مجموعه الارجنتين ممكن يكون ميسي اهم اسباب قوتها وممكن يكون اهم اسباب تحررها اعتزاله بعدين. يعني احنا لما بيبقى في نجم عندك مسيطر على المشهد كله بيبقى اعتزاله يا كابتن كفيل ان هو يحرر الجيل ده كله. دلوقتي ميسي سايب الارجنتين لو اعتزل بعد يعني هو تصريحاته يعني حملت اوجه بعد البطوله لما قال ان هو ختامه كان مسك في قطر مثلا، فده معناه انه ممكن يبقى بيلمح للاعتزال، ولكن لا هو قال ان هو هيكمل، هو لسه مطلع تصريح دلوقتي حالا شويه قال عايز اجرب عايز اجرب دور البطل. لا عايز اكمل بقى اكمل الفتره الجايه انا بطل، لكن عايز العب انا بطل عالم. فاللي هو اداه للارجنتين، ودلوقتي الارجنتين مصنف اول في اخر ترتيب للفيفا. الارجنتين واقفه دلوقتي عند النقطه اللي كل الناس كانت مستنيه ميسي يوقفها عندها، اللي هي نقطه معادله مارادونا اتحلت خلاص، تعالى بقى نتخفف من الضغط ده ونلعب كره عادي واحنا نشوف واحنا منتخب عملاق. يعني انت تقصد ان اللي جاي يبقى افضل؟ ممكن مش اوحش، لا ممكن يكون افضل بكتير. الضغط اتشال يا كابتن، جزء من ظهور الارجنتين في كاس العالم ده بمظهر جيد هو كوبا امريكا 2021 مثلا، وجهه نظر. يعني هو كوبا امريكا 2021 خففت الضغوط عن كاهل كل الناس دي، لان هي لان كان الجيل يعني اللقب الاول للجيل الارجنتيني ده، فكاس العالم 2022 تخففوا من خفف الارجنتين من الضغوط ده، اعتقد ممكن يساعدهم في كوبا امريكا 23 وفي كاس العالم 2026. عموما مونديال قطر يبدا حلما وينتهي واقعا.